عقد الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا مؤتمرا صحفيا مساء اليوم في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالمستشفى العسكري للوقوف على تطورات الفيروس ومختلف المستجدات المتعلقة به. وخلال المؤتمر أكدت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة أكدت أن الوزارة مستمرة في تسخير كافة إمكانياتها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم في مملكة البحرين، كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات الرسمية لتجاوز هذه المرحلة بنجاح. كما ذكرنا في أكثر من مؤتمر بأن وزارة الصحة وكافة الجهات التي تعمل في إطار الفريق الوطني ستواصل جهودها لمواجهة فيروس الكورونا، واستمرار مشاركة مجتمع الواعي بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة هي أساس نجاح فريق البحرين في مختلف جهوده اللي يبذلها للفترة من الفترة الماضية وحتى الآن. ونود أيضا أن نؤكد على أهمية الالتزام بالتطبيق السليم لكافة القرارات والتي تصب في نهاية المطاف في مصلحة كافة أفراد المجتمع. والهدف طبعا الكل يعلم أن احنا من شهر تقريبا بدأنا أولا بغلق المحلات لمدة أسبوعين، ورجعنا فتحناها لمدة الأسبوعين الحاليين. والهدف الأساسي من فتح وإغلاق هذه المحال التجارية والصناعية اللي زميلي سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة راح يتكلم إن شاء الله عنها، هو الحد من انتشار الفيروس مع استمرارية مسار الحياة الطبيعية وفق الاحترازات المقررة. فالإجراءات اللي تم أخذها هي للحماية المواطنين والمقيمين من جانب، وأيضاً أن الكل يشعر بأن الحياة الطبيعية تمشي في مسارها لكن وفق إجراءات واحترازات، وهذا الأسلوب اللي تم اتباعه.